تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراحل الإعداد والتأهيل العلمي لطلبة الكلية الجوية. بدأت الجولة بتفقد المعرض الأرضي للطائرات والذي يضم مجموعة مختلفة من طرازات الطائرات المقاتلة، واستمع خلالها إلى شرح تناول القدرات القتالية والخصائص الفنية لكل طراز. كما قام القائد العام بجولة في أكاديمية الطيران والتي يتم تدريس بها وفقا لأحدث النظم العلمية في مجال علوم الطيران. أعقبها المرور على القاعة التاريخية للكلية وتفقد الأقسام المختلفة والقاعات والمعامل الرئيسية والمنشآت الإدارية للوقوف على مستوى الخدمات التعليمية والمعيشية والإدارية المقدمة للطلبة. والتقى الفريق أول محمد زكي بالطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الجوية، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأكد على أهمية نقل المعرفة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتلاحق الذي يشهده العالم في كافة فروع العلم والمعرفة، مؤكدا أن العلم واللياقة البدنية من المقومات الرئيسية والأساسية لحياة الطالب المقاتل، معربا عن تطلعه لإعداد أجيال متميزة من نسور القوات الجوية القادرين على مواكبة التطور في تكنولوجيا الطيران وفنون القتال الجوي الحديثة لحماية سماء مصر والدفاع عن ترابها الوطني. وأدار القائد العام حوارا مع طلبة الكلية الجوية أشار فيه إلى توضيح كافة الأمور على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وطالبهم بالانفتاح على مصادر العلم والمعرفة باعتبارها السبيل لتطوير شخصية الطالب. كما قام القائد العام بتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة المتفوقين، وذلك تقديرا لتميزهم العلمي والعسكري وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها خلال دراستهم بالكلية. حضر الجولة قائد القوات الجوية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.